إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. براءة الإنسان، يحرص الإنسان في هذه الحياة على القيام بالتزاماته وواجباته من أجل تحقيق براءته. يحرص الإنسان على ذلك تحقيقاً لبراءته في الدنيا أمام الناس وأمام التاريخ وأمام ضميره، ذلك الرقيب الملازم له في حياته، كما يحرص على أن يحقق البراءة الكبرى في دار القرار حينما يعرض على رب العباد. وقد أنبأنا ربنا في آي القرآن بقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لابد أن نعلم ابتداء بأن الإنسان المكلف الذي يجري عليه القلم مطالب بتحقيق التزاماته في الدنيا، وتتعدد التزاماته بتعدد انتماءاته، وتتعدد واجبات الإنسان بتعدد عقوده. فالإنسان له عقود أبرم العديد من العقود، والإنسان له التزامات تفرضها عليه تلك الانتماءات، فتتعدد الواجبات بتعدد العقود، وتتعدد الالتزامات بتعدد الانتماءات. وإليكم البيان. نحن دخلنا في عقد مع رب العزة جل جلاله حينما أعلنا وشهدنا بأنه واحد لا شريك له، فهذا العقد عقد الإيمان يرتب واجبات. ربنا قال في آي القرآن: قل هو الله أحد. إذن أفردنا الله عز وجل بالعبودية، فلا نعبد سواه. وقال ربنا في سورة البقرة في الآية 255: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى نهاية آية الكرسي. والتي تليها 256 من سورة البقرة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن لا يمكن أن نحقق براءتنا إلا بالوفاء بمقتضى عقد الإيمان. ومن مقتضيات عقد الإيمان أن نعبد الله وحده لا شريك له، أن نطبق أوامره. أمرنا بالصلاة فقال:
أقيموا الصلاة نصلي، أمرنا بأداء الزكاة وآتوا الزكاة نزكي، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سورة المعارج الآيتان 24-25. أمرنا الله بالصيام نصلي نصوم، الآية 183 من سورة البقرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والآية 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن يقول ربنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إلى أن قال في نهاية الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أمرنا الله عز وجل بفعل الخير، نفعل الخير، الآية 77 من سورة الحج، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأمرنا الله بطاعة الوالدين وبالإحسان إليهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأمرنا الله عز وجل بتحقيق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض بالعمل، العمل كل ميسر لما خلق له، فنعمر هذه الحياة. هؤلاء يعملون في الفلاحة، وهؤلاء في التجارة، وهؤلاء في التربية والتعليم، وهؤلاء في مجال الطب والبيولوجيا، وهؤلاء في مجال الهندسة بجميع أنواعها، وهؤلاء في جميع في الجيولوجيا في طبقات الأرض، وهؤلاء في علم الفلك. تنتشر هممنا في هذه الحياة لنعمرها، ويجمعنا نداء واحد وأمر واحد كما في سورة التوبة في الآية 105، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. بعدما أدينا تلك الواجبات التي هي من مستلزمات عقد الإيمان بالله وبرسوله، لأن إيماننا لا يكتمل إلا بإعلان الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. الشق الثاني من عقد الإيمان العمل بمقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بمقتضى أوامره، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن نستقبل الأوامر والنواهي من المصطفى صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا هو عقد الإيمان الذي يرتب علينا هذه الواجبات. وانتماءاتنا المختلفة هذا أيضاً يرتب التزامات. نحن ننتمي إلى أسر، وانتماؤنا إلى الأسرة يرتب جملة من الواجبات والالتزامات. نحن ننتمي إلى قرى، وكوننا ننتمي إلى قرية هذا يستلزم منا الوفاء بالالتزامات التي تربطنا بالقرية.
انتماؤنا إلى العرش كقولنا عرش أثجناذ. هذا القول يرتب التزامات تجاه هذا العرش، وانتماؤنا إلى الوطن اسمه الجزائر يرتب التزامات، وانتماؤنا إلى الأمة فنحن ننتمي إلى أمة لقوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي سورة المؤمنون الآية 52 وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونحن أيضا ننتمي إلى الأسرة البشرية، ننتمي إلى هذا العالم الذي يسكن هذه الأرض، فانتماؤنا إلى الأسرة البشرية يرتب التزامات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب، ولقوله تعالى في سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا أدينا تلك الواجبات وأدينا تلك الالتزامات نحقق براءتنا في الدارين، في دار الدنيا تمهيدا للبراءة التي ننتظرها في دار القرار في الآخرة. نسأل الله أن يوفقنا للوفاء بواجباتنا والتزاماتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم زدنا إيمانا، اللهم زدنا تقوى، اللهم زدنا يقينا، اللهم زدنا أخوة، اللهم زدنا أخوة، اللهم زدنا أخوة، اللهم زدنا أمنا وسلاما. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله واستقيم ورحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.